الفيلم غازل اكتر مثلا شايفينه زي مثلا تيمور وشفيقه، شايفين اكتر من بروتين اثنين، شايفين شويه واخد من حمله قرارات المدير العام الفنانه شاديه، هل انت واخده من كل بستان زهره؟ معرفش ده متوجه لكن انا شايفه ان هو بينتمي لنوع الافلام اللي هي خفيفه ما هياش كوميديا سريعه، هو فيلم خفيف فيلم اجتماعي وبيناقش مشاكل الاسره المصريه، فممكن يتشابه ساعات مع افلام اخرى بس هو ملوش اي علاقه صراع الارادات. وانت الفيلم نازل في وسط العام مع مجهود كتير، شايفاه حسبها ازاي انت؟ ده فيلم مختلف عن ده، وانا ما بحبش اركز في المنافسه، لا يهمني ان الفيلم يعجب الناس حتى كممثله، انا لست منتجه كذا العام، بس يهمني الفيلم يعجب الناس عشان المنتجين يتشجعوا ينتجوا زيه. تمام. شايف شخصيه معالي بقى ليه بتحس ان الفيلم مميز؟ شخصيه معالي مش هقدر اقول لك تحدي مميز، هي فيها مني كتير جدا، المراه العامله اللي هي بتترك البيت ساعات طويله جدا قبلها ما بيبقوش قماش، وبتحس ان هي في مرضت يعني في مسؤوليه كبيره في شغلها، ويعني مهمه جدا ان هي تبقى ماسكه العصايه من النص وتوازن ما بين البيت وما بين الشغل. ده تحدي شبه حياتي بالظبط، مش بعيد. بتقولي ان هي شبه ان هي كانت عندها تحدي في 100%، انت قدرتي تحققي المعادله ما بين الاثنين؟ اعتقد هو اطفال شايفه ان المرأة المصرية خدت قرار عن الكتاب ده؟ اللوك اكتر يا بشرى اكتر، معلش اللوك اكتر باين كده لازمه القطه اكتر بتنزل. لا اللوك مش اللوك علشان بس يبقى في اختلاف بين الشخصيه اللي في الحياه وما بين الشخصيه اللي انا بقدمها على الشاشه في خلال فيلم معالي بابا، عشان الناس تعرف ان الواحد بيعمل مجهود علشان يقرب للشخصيه اللي بتبقى مكتوبه في السيناريو علشان يلعبها، وانا بلعب دور ام بتلعب ام الاولاد اكتر من ولادي الحقيقيين بكتير، وانا يعني جريئه لحد ما بعمل ده، بس في شريحه ناقصه في الفنانات والنجمات اللي بيقبلوا يعملوا امهات، فبالتالي انا بضرب المثل زياد بشير وعملت ده في عوالم خفيه لما وافقت العب دور ام خالد نور، وخالد نور بفرق بيني وبينها السن مش كبير قوي، ونفس الشيء بيحصل هنا مع نور ايهاب ومع سواليس، فحبيت اقول انه مش معنى انك دلوقتي بتعمل دور ام لاولاد اكبر بكثير من اولادك الحقيقيين ده معناه انك انت هتفضل بس تعمل الدور ده، ولا انا اقدر اتكلم. شايف ان المرأة المصرية خدت كل حقوقها؟ انا بتكلم ماشي. هل انت شايفه كده ام انت الحقيقه ولا حاسه بتتصرفي معاهم؟ انا قلت بس نص يعني ساعه الحاسه حاسه ساعه التفاهم لازم ابقى في المجتمع، في حاجه بتتغير مش هينفع نربي الناس زي ما احنا